والذي نقدر عليه الآن في هذا الآن أن يكون هذا المسجد قضية عقيدة في نفوسنا، حاضرة في أذهاننا، يرثها الجيل بعد الجيل، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يعجل في النصر، وأن يقود المسلمين كتائب لتحرير هذا البيت الأقدس والمكان الأنفس. سنة الله كذا في النصر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم إيش؟ ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذه سنة الله في النصر.